بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بون إن شاء الله geçecek sapağımız geçerek bir kitap. 3 asıl, yani kitabın adı 3 asıl. Şu kitapta kıssası, şu kitabın sapaklarını geçeriz inşallah. قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن نسأل أسئلة خمسة. Bu kitaba başlamadan ön, bu sapağımıza başlamadan ön biz 5 tane okunayma soru veririz. السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ برنج صارغمز بذنام أشين توحيد دين سبق أورنياس توحيد أورنياس. نعم، ندرس التوحيد لأنه حق الله العبيد. سببي توحيد الله تعالى وعدة نعم يردن خلقنا أثنى كبولن حقي. أول الواجبات وأوجب الواجبات على العباد. إن برنج الله تعالى أذ يردن خلقنا نعم برنج واجب إذن زادي توحيد. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. الله تعالى هيسبر عمل قول اتمية دين آدم نام توحيدي برجاء يدن توحيدي يرني ترن شن عمل القول وليا. ولا يدخل جنة إلا موحد. جنة توحيد موحد آدم يعني توحيدي يرني ترن آدم دن بسقه هيش كم غير مية. دعوة الأنبياء والرسل وبعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هم جلن في خمرنا باسنن أولنا آخر قرتنا تشيني بدن في خمر مدة تشيني هم في خمر لردنا توحيد تشاغر كلنا تكثير الحسنات تكفير السيئات سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذن قناة إشلان باقص لنا توحيد موحد آدم الله تعالى نعمة قناة إشلان باقص لنا في خمر صلى الله عليه وسلم نعمة قيامة قلنا شفاعة بولمغة حق الوليا. ثم ممكن يلقاك إنسان في الطريق ويسألك هل أنت مسلم؟ مثال شن يقول باري أخان بير ثنن ثورة ثن مسلمان مديسة هل أنت موحد؟ ثن موحد يعني ثن توهيدير نيتري أنا عدم مديسة تقول نعم أنا موحد بذ هو ديس بذ نعم هو من توهيدير نيتري أنا عدم من موحد فيقول لك ما هو التوحيد؟ كيف أكون مثلك موحد؟ ثنن ثورة نادب من موحد بالمر نادب من توهيدير نيتري مالي توهيد نعم دي بثورة نعم دي مالي. إذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا معناه أنك موحد، وإذا لم تعرف التوحيد نقول هذه شهادة الزور. نعم مولا، إذا دسن بلسن في خمر مدن ها هي لك دعوت بلن جلن نغني سن نعم سن حقيق موحد. إذا دسن بالميان مرسون نعم يونو بر كلامي بر سوزو قايت تليان أذ شاياتنا نادورلق درجة شاياتنا لا إله إلا الله سوزونا بيرجع إتميان قرنش توليان. ثم قد يسألك إنسان وأنت في الطريق يقول هل أنت مشرك؟ إذا بير ثورة يقول لثن مشرك يعني الله شارك أرتقش يعني عدم مثل نب ثورة تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك الله أصغني يعني من مشرك ده اللي يسلم. طيب ما هو الشرك؟ إذا عرف الشرك هذا معناه أنه ليس مشرك، وإذا لم يعرف الشرك قال الله لا أدري ما هو الشرك نقول لعلك واقع الشرك الأكبر أنت لا تدري عنه. إذا شرك نعمة دين بليان مالث نعمة بول آدم شرك دين دسلاشيا الله تعالى هاف بلوجي سين شرك بليان مالث سين أيضا شرك نشين جذ بليان الله تعالى أرفق قش جذ بليان حكم عن ثورة نعمة شرك نعمة دين بالملي. الآن عندنا رخصة القيادة، أي إنسان يريد السوق السيارة لابد الحصول على رخصة قيادة، هذه الرخصة تعطى لهذا بعد أن يعرف الأشياء التي لابد أن يأتي بها والأشياء التي لا يأتي بها. كذلك الموحد الآن لابد أن يعرف الأشياء التي يأتي بها التوحيد وأوامر الله سبحانه وتعالى لابد أن يعرف المحرمات وعظم المحرمات الشرك حتى يكون موحد مسلم. نعم، مثال شين بر آدم سرج لك شادة نامة على أن نامة بما أورد لي نامة ذات ترقدان نامة ذات لإتمك بوليا إذا شاء الله رأيك مسلمان آدم شرك توحيد أورن أن نامة توحيد الله تعالى بيرق لنا إمر لنا بليا شلر اورنيا برجايديا و شرك دنم داشلاشيا شل ذاتلر اورن مثل بلمث نعمة بل آدم شرك يا دا توحيد بلمن ولي بتبعد لقرار دشب بليا. نعم، إذا أهم ما علينا
أن نتعلم هو علم التوحيد. إن إساسي إن واجب بولن ألم بذن برنجي بلن أورن مرداد منام توحيد. طيب الآن هذا السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ نعم برنج ثارة ومضا قايد الكيلياس بذنام جين توحيد أورن ياس. اتفقنا أن لابد أن نبدأ بعلم التوحيد. نعم هو هما مذبر نام جملنشتك حكماني سورنتا توحيدن باشلامالي توحيد إن برنج واجب مذيدك. السؤال الثاني، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن الأصول الثلاثة؟ في كتب كثيرة مؤلفة التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن بالذات الأصول الثلاثة؟ نعم için biz أعلى böyle şu kitabı sayılar varla. Yani başka kitaplar köp tevhid barda yazılan yönü biz şu kitabı sayılar seçip şu üç asıllı kitabı sayıladık. لأننا طلاب، الطالب لابد يرجع إلى العلماء ويسير على النهج الذي خط لنا العلماء. العلماء رحمهم الله تعالى أرشد الطالب أن الطالب يبدأ أول ما يكون بالتوحيد، وأول ما أبدأ في التوحيد بهذا المتن، متن الأصول الثلاثة. بز سبب نعمة بز طالب علم علم طالب يدج آدم لر بز نعمة جاس عالم لون يراك دين يورنا إيرياس عالم لون يراك دين يورنا إيرب شو الكتاب نعمة ينقل ورنشت طالب لر دشني كل بولز ورنشت بولن رخ سبب لي شو الكتاب سايلا ياس. نعم طيب السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ هي أسئلة القبر، الأشياء التي تسأل عنها في قبرك، من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه الأصول الثلاثة. نعم üç asıllıyan kitabımız kıssaça neyme var da mazmunu neyme deyip aydığımızda üç tane kavarda verilecek soru var da Rabbin kim size iyi verilen peygamber kim ve dinin neyme şu üç sorudan varat şu kitabın umumu mazmunu şular var da var. Nعم السؤال الرابع، ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا لهذا المتن المبارك؟ ما الفائدة؟ نعم بيدا قذنيات بس شو الكتاب أورون مقبولين شو الكتاب أخاب سبق إيش مقبولين نعم بيدا ثابتة. نقول أننا إذا تعلمنا الآن في الدنيا هذه الأصول الثلاثة ثم عملنا بها ثم دعونا إليها ثم صبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. إذا ده بس شو الكتاب أورون ثق بذل شو الكتاب عمل الثق وبذل شو الكتاب نعمة تاغر ثق دعوة الثق وشو اليول علم المقلغة دعوة المقلغة نعمة صبر الثق شو اليول بذل الله تغلى نعمة جنة أولا يولي ينجل الاشتراء إن شاء الله. نعم السؤال الخامس، ما على ماذا يحتوي هذا المتن؟ نعم باشن جي ثورة ومضم إنسان قوي نعمة نعمة ذاتلار إتشنا أليا شو الكتاب نعمة ذاتلار دان أوارد نعمة ذاتلار شون إتشنا جيريا. نعم أقول نحتوي هذا المتن على أقسام خمسة. باش سانة بولم بولنيا الكتاب المسائل الأربع دور ثاني مسألة والمسائل الثلاثة إش سانة أصل لماذا ندرس التوحيد نعمة جين بالتوحيد أورنيا شرح الأصول الثلاثة أصول الثلاثان أتق لمثي والخاتم وثونغلويجي. مرة أخرى المسائل الأربع دور ثان مسألة المسائل الأربع هذه جمعت في سورة العصر، العلم والعمل والدعوة والصبر. شو دور ثان مسألة عصر سورة النجم لنن نعم برنجث عمل إكنجثي يرنيت برنجث علم إكنجث عمل أتنجثي دعوت دور نجم نعم ثورت مكرب. القسم الثاني المسائل الثلاثة يعني أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أستانق أثر نامة الله تغلى توحيد الربوبية ده توحيد الألوهية ده توحيد الأسماء والصفات يعني الله تغلى جزر عطر وثبات لردين توحيد ده شو أستانق توحيد قرنشن إيش ناريا. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ üçüncü bölümü nâme için tevhidi biz öğreniyiz. الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. Biz üç tane çol soruğu, üç tane kabırda verilen soruğu öğreniyiz. ثم الخاتمة. Sonlayıcı. والله أعلم.